ادهم في ايه يالا؟ عايزه اقول لك على سر. سر؟ تبقى عملت مصيبه الله يخرب بيتك. قول عملت ايه. طيب ادهم قبل ما اقول لك، هو انت بتحبني بجد؟ انت عبيط يالا ولا ايه؟ بحبك طبعا، ما انت اخويا الصغير. يعني بجد ولا نص نص؟ لا ربع ربع. قول سر ايه. اصل دي وراها مصايب، انا عارف. لا والله مش مصايب، بس يعني دي اكيد وراها بلاوي حمبوزة. لا ما هو اخلص. حاضر. في ايه؟ هقول. انجز بسرعة. يعني انا لو قلت لك على سر هتقول لحد؟ ما تخافش يا سيدي، سرك في بير. خلصني. طيب عارف بوسي جارتنا اللي ساكنة في العمارة اللي قصادنا؟ يا نهار اسود، بنت المعلم عطوة الجزار؟ ايوه. واللي اخوها المعلم عظمة الجزار؟ ايوه. واللي عمامها جزارين وخلانها جزارين. هي. طب قول عملت ايه يا مصيبة انت؟ شكلنا هنتعلق على المذبح وهنتباع بالكيلو. كل اللي حصل امبارح، انا كنت بلعب كرة مع زمايلي زغابة وقرموش في الشارع، وكنا ضد عيال تانيين من الشارع اللي ورانا. زغابة وقرموش؟ ده الاسماء دي مش هتودينا المذبح ونتباع بالكيلو، ده احنا هنتحبس يا معلم. انجز قول ايه اللي حصل. هكمل لك اهو. بص، انا بصيت لزغابه، زغابه بص لقرموش، قرموش راح مبصيلي، رحت مبصيها لزغابه، راح زغابه بص لقرموش، راح مداني في ال 18، رحت جت جون. ها انجز. لا ما جاتش جون. امال حصل ايه؟ كانت بوسي معديه ساعتها. يا نهار اسود، الكره جت فيها؟ ايوه. ومش بس كده، هتقول ايه تاني بعد اللي قلته؟ الكره جت في صباع ايديها وضفرها اتكسر، وقعدت تصوت وتهلل بقى في الشارع. وطبعا انت سبت كل ده وفرر على البيت. لا طبعا، انا مش ادهم. ايه قصدي؟ يعني مش ههبل عشان اهرب يعني. امال عملت ايه يا فالح؟ رحت لها بكل ندم ويأس وبأس وفأس، واعتذرت لها وقلت لها ما كانش قصدي. ولما شافت دموع التماسيح اللي في عينيا طبطبت عليا وقالت لي حصل خير يا حمبوزة، وبستني من خدي. هو ده السر اللي كنت خايف تقوله لي؟ لا مش ده. نعم، هو لسه في حاجة؟ أيوة في حاجات كتير. طب قول بسرعة علشان بطني كركبت خلاص. بس اللي هقوله ده سر، والسر في زفت الطين البير. خلص أمي. بصراحة يا أدهم، من ساعة ما بستني في خدي وأنا حاسس إنها حبتني، وإن هي دي اللي أنا هتجوزها. تتجوزها مرة واحدة؟ أيوة. بتضحك ليه؟ أنت عارف بوسي عندها كام سنة؟ دي كبيرة يا حمبوزة، قد كده. ما أنا هتجوزها لما أكبر يا زكي أكيد يعني. آه، ده على أساس إن أنت بتكبر وهي بتصغر، ما هي بتكبر برضو يا حمبوزة. إيه ده بجد؟ تصدق؟ طيب، هكبر أسرع منها وهلحقها. هتدوس على صدات السرعة وتجري في عمرك، تفتح سبرنت في عمرك. الله ينور عليك، على فكرة أنا سريع جدا، أسرع من صلاح. ماشي يا حمبوزة. ماشي حبيبي، روح الحق بقى. الحق ايه؟ تجري في عمرك علشان تلحق تكبر. بوسي كده هتطير منك. ماشي، هروح اشرب كوباية لبن علشان اكبر بسرعة. روحي حبيبي، وهاتي معاك كوباية مية. حاضر. ده الواد حمبوزة دماغه مريحة على الاخر، قال يتجوز بوسي. بوسي، يا نهار اسود. ايه يا حبيبتي؟ انا اسف اتأخرت عليك يا بوسي، معلش. لا الواد حمبوزة كان عمال يحكي لي عليك. انت ليه